بدأ المعرض والمنتدى الدولي التاسع لمعاداة الدفاع لعام 2016 أعماله في مركز المعرض بمدينة كراتشي أمس الثلاثاء بمشاركة أكثر من 400 شركة من نحو 40 دولة في العالم منها الصين. عرضت الشركات الصينية المشاركة في المعرض أنواعا عديدة من منتجاتها الرائعة، منها مقاتلة شياولون التي يشترك في صناعتها كل من الصين وباكستان. وقالت الشركات الصينية إن الصين وباكستان تحافظان على التعاون العسكري الجيد، آملة في الاستفادة من المعرض لتعزيز التعاون الثنائي بشكل أعمق. في مجال القوات البرية تساعد شركتنا الجانب الباكستاني في بناء قدراته الإنتاجية المستقلة للدبابات، ونشارك هذه المرة في المعرض لمعاداة الدفاع في باكستان من أجل بلوغ أهداف مهمة، منها تسويق منهج لسلسلة من منتجاتنا الجديدة، وبالتالي تعزيز التعاون الصيني الباكستاني بسرعة أعمق. تشارك ما مجموعه 418 شركة من 34 دولة في العالم في معرض معدات الدفاع هذا الذي افتتح يوم أمس الثلاثاء وسيستمر إلى يوم الجمعة المقبل. وتجدر الإشارة إلى أن معرض الدفاع أقيم لأول مرة في عام 2000 بمدينة كراتشي الباكستانية، ومنذ ذلك الحين والمعرض يشهد عرض أحدث الابتكارات التكنولوجية في مجال معدات الدفاع كل سنتين بنفس المدينة ونفس التوقيت.